حول هذا الموضوع معنا عبر الساتلايت من لندن المحلل السياسي يسر حسين بعد التحية. طبعا اليوم الإساءات والاتهامات والهجوم الإعلامي المؤسف وغير المسؤول الذي تقوم به بعض وسائل الإعلام القطرية تجاه مجلس التعاون والأمين العام للمجلس، كيف نقرأ اليوم هذه الإساءات وهذه الاتهامات؟ يعني تلك الإساءات والهجوم غير مبرر على شخص الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي بيعبر عن منهج متواصل منذ سنوات يمارسه الإعلام القطري، نعم، في الهجوم على كل الرموز العربية والخليجية، وقد ظل هذا الهجوم على الخليج بالذات مستترا حتى انفجرت الأزمة ضد قطر نتيجة قيام الدول الخليجية مع مصر باتخاذ خطوة وقائية ومقاطعة قطر نتيجة لتورطها في مسلسل الإرهاب والدم في المنطقة. فهذا الأسلوب هو من سمات الإعلام القطري، نعم، الذي منذ 20 عاما لا يلتزم بقواعد ولا يلتزم بمهنية على الإطلاق، ويدعي العكس تماما. فكل أخبار الإعلام القطري التي يوسها عبر قنواته التلفزيونية والمنابر الصحفية التي يملكها خارج قطر في لندن على وجه التحديد ليست لها علاقة على الإطلاق بمهنية أو نقل خبر أو الحديث بشكل محايد عن قضايا العالم العربي أو القضايا الدولية، وإنما هناك خطة ممنهجة هدفها التشويه أولا، ثم تفكيك خلايا الدول الوطنية تطبيقا لنظريات عزمي بشارة من جانب والشيخ يوسف القرضاوي من جانب آخر. نعم. فقطر تلتزم بمنهج خطير جدا وهو محاولة تفكيك الدول العربية، وقد نجحت في سوريا وفي العراق وفي ليبيا، وحاولت في مصر بشكل كثيف جدا ومولت ودعمت تيار الإخوان المسلمين. نعم، ولكن عفوا على المقاطعة، ولكن قطر أو الإعلام القطري حاول أن يهاجم منظومة مجلس التعاون وأيضا أمينها، ولكن الزياني قال في تصريح بأن أساليب الدوحة تضر ولا تنفع، قراءتك لهذا الرد؟ بالتأكيد وهم يعلمون ذلك أنها تضر ولا تنفع. نعم. لأن ما المنهج الذي تطبقه وينفع؟ أنك تحاول فعلا تحريك المشاكل في الدول الجوار، الدول الخليجية التي هي دول شقيقة، وقد صمتت تلك الدول على قطر لمدة طويلة جدا 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 بالفعل، وصمتت وحاولت بقدر الإمكان الإبقاء على قطر داخل مجلس التعاون، لكن الدوحة التي تعتقد أن لها دور في التدمير والتخريب أصرت على هذا المنهج. وإذا تأملنا كل منابر الإعلام القطري، تلك الحملات المنظمة التي تستهدف المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ومملكة البحرين، ويضيف إليها مصر التي تعرض منذ سنوات لهجوم كثيف، خاصة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يشتم كل لحظة على القنوات القطرية وفي الصحف القطرية، ومحاولة تحريض المصريين على النظام. نعم، ولكن الشعوب على حكوماتهم. نعم، ولكن ما زالت اليوم قطر بأساليبها ومكابراتها تمعن في الإساءة إلى أشقائها، خاصة إلى منظومة مجلس التعاون. هذا الأسلوب القطري ماذا يخدم؟ من يستفيد منه تحديدا؟ يخدم السياسة التي تطبق منذ صعود الأمير السابق إلى الحكم في الدوحة. نعم. وقد تبنى منهجا تدميريا وانتقل هذا المنهج إلى الأمير الحالي، وهو بس الشكوك في الدول الخليجية ومحاولة استغلال الثقة والصبر الخليجي لإثارة القلاقل، كما حدث في البحرين، وقد اعترف حمد بن قاسم في المقابلة الأخيرة عن دور الدوحة في تحريك المشاكل داخل سوريا وداخل البحرين، ولم ينكر الاتصالات التي أجراها مع بعض الرموز التي ارتكبت مخالفات قانونية في البحرين، اعترف بها صراحة. لكن القضية أن قطر متروكة، يعني الدول الغربية التي المفروض أن تعاقب قطر على تصرفاتها
تغمض عينها تماما على تلك التجاوزات، خاصة وأن قطر فعلا متورطة في إرهاب واضح وصريح، استحتضن كل المنظمات الإرهابية على أرض الدوحة. نعم. وتسمح لتلك المنظمات أن تمارس عملها ضد دول الجوار، والتحريض ضد دول الجوار عندما تشاهد منابر الدوحة الإعلامية تتعجب من السماح لشخصيات مدانة بالإرهاب وصارت ضد أحكام موجودة وتمارس التحريض علنا وتدعو إلى 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 العنف وإلى إلى 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 الغضب الجماهيري وبدعوات كاذبة كلها، كأن الدوحة فيها فيض. نعم. من الديمقراطية ومن الحريات، وأنها تريد أن تصدرهما إلى دول الجوار. نعم. وأفضل مثال أن الدوحة تلعب لصالح المنظمات الإرهابية عندما ذهب المذيع أحمد منصور لإجراء محادثة مع زعيم جبهة النصرة أبو محمد الجولاني، جلس تحت أقدامه حافيا، وهذا يعبر عن أن كل الإعلام القطري هو في تحت أقدام المنظمات الإرهابية، وهو صوتها الأول والمعبر عنها والمعبر عن منهجها في تدمير المنطقة الخليجية أولا والمنطقة العربية. وهذا يعني مؤشر خطير جدا على أن التوجه الآن من الدوحة نحو مجلس التعاون ونحو أمينيها الذي سجله فعلا يحفل بمواقف جيدة جدا، وأنا شاهدته في لندن عندما جاء للندن أكثر من مرة، كيف استقبل بحفاوة وبتقدير لمكانته المرموقة، ولتعبيره أيضا عن فكر متقدم مستنير عن العقلية الخليجية المثقفة والوعية. نعم، إذن كان معنا من لندن المحلل السياسي يسري حسين، شكرا جزيلا لك.